محاضرتنا اليوم عن probabilistic language modeling بالنسبة للغة العربية. المحاضرة شوي بدها يعني انتباه، وإذا في شيء ما تفهموش خلوني أعينه وفضلكم اسألوا له، تطلعوش انتم مش فاهمينه اليوم ضروري جدا. تركوها برضو مصورة على ليست الكورسات. المحاضرة أول شيء نبدأ عن شو يعني probabilistic language modeling. في شيء ما رول اسمها chain rule بدنا نعرفها، في واحد صاحبنا اسمه ماركوف بدنا نعرف شو الأسامبشن تبعته، هذا الأسامبشن. في شيء اسمه الانجرام، حناخذ examples available language models موجودة و how to evaluate probabilistic language models. طبعا هذه المحاضرة مبنية على سلايدز مش مني أنا، مع إني معدل عليهم كثير وبشرحهم بطريقتي وإلى آخره، بس في سلايد في أونلاين تلقوا السلايدز، وكمان يوتيوب لواحد من ستانفورد اسمه دان جرافيسكي. قريب اسمك بطل كيف؟ مش باسمك بطل اللي قبل منه. نعم قريب اسمك مش فاهم. هو اللي يعني الكيت عنده اسلوب برضه كويس يعني سلايدز كويسه، فاخذت منه بعض السلايدز. طيب شو بنهايه المحاضره، بنهايه المحاضره عشان نحدد الجول تبع المحاضره، بنهايه المحاضره بدنا نعطي جمله ونشوف شو البروبابيليتي تبعت اللي بيجي الكلمه اللي بتيجي بعدها. زي ما نفترض انه في سيليكتيكال، هلا وردت عندنا كلمتين هاي ويند تونايت لارج ويند تونايت، اني احتماليتها اعلى. شو يعني احتماليتها اعلى؟ يعني جيفن اكوربوس، شو يعني اكوربوس؟ يعني عدد ضخم مهول من الجمل المكتوبه مثلا باللغه الانجليزيه، اعطينا كلمه قلنا لك أنا أعلى احتمالية هاي ولا هاي؟ في نهاية المحاضرة حتقول لي كيف تحسب البروبابيليتي تبعت هاي ولا تبعت هاي؟ بعدين لو في عندي أنا برضه سبيلينج تشيكر، هذا المشين ترانزليشن، لو في عندي سبيلينج تشيكر بقول about 15 طلعوا هاي minutes from about 15 minutes from، أنا احتماليتها أعلى هاي الجملة ولا هاي الجملة؟ هاي بتلزم بالماشين ترانزليشن مثلا، هاي بتلزم مثلا بالسبيلينج ترانزليشن. طيب في برضه لو عندي انا في سبيتش ريكوجنيشن والجهاز قاعد بيسمع لي فحس انه خربش مش قادر يعرف انه انا مثلا كلت اي سو ا فان ولا اي سو ا فان، لانه لما سمعها مني حاطه زي هيك تقريبا ما انتبهش بالضبط، ما دققش او انا الطول تبعي بكام ما له شيء وما كنتش دقيق، فاني اعلى احتماليتنا عشان يقدر. شفتوا هاللي اللانجوج موديل ايش تلزم؟ تلزم بكل التطبيقات في الناتشرال لانجوج بروسيسنج. ها هو فاللي بدنا اياه هاي الاشياء بتلزم طبعا في كثير تطبيقات. فبنهايه المحاضره اور جول از تو اساين ا بروبابيلتي تو اسيرنس از يوزد، البروبابيلتي طبعا كمان مره على مبنيه على كوربوس از يوزد باي ذا نيتيف سبيكرز، يعني انا من الناس بيقولوا اكثر. شفت الصبيه ولا شفت البنت؟ شو انا حسب اللهجه حط كل العرب يلا تعرف؟ لو بدك تعرف كيف؟ نرجع لصحيح بدنا نرجع ونشوف الخليج شو بيحكوا؟ لا لا حطهم كلهم مع بعض بغض النظر الخليج ولا وين، بس على أي حال انه اللي بدي اقوله انه بنهايه المحاضره بدنا نشوف كيف نحسب هاي بس شو اللي اباوت 15 مينت شو الفرق بين الجملتين؟ اوه ها هلا يعني هاي ولارج بس طلع وين الايه؟ في الـ
في سبيلينج بروبلم. فكنت مش بعرف اني سبيلينج صح. وجوز ناس كاتبين زي هيك وناس كاتبين زي هيك برضه في الكوربس. ها؟ بس انا احتماليتها اعلى. بدي احدد احتماليتها اعلى بجوز يقول لك هي صح. مزبوط؟ طيب. هلا هادو ندخل شويه احصاء. هلا جيفن الكوربس، شو الكوربس؟ على فكرة شو تعريف كلمة كوربوس العربي؟ مدونة بنسميها مش بلوك. الكوربوس برضو بنسميه مدونة. مدونة عبارة عن هاتوا نقول مثلا نص جمع جريدة القدس والأهرام والأيام وال كل الجرائد. عندنا النص تبعهم وعندنا كل كمان الكتب وعندنا كل مواقع الجامعه وعندنا جمعنا كل النص. مش هذا هو بشكل اللغه المستعمله بين الناس صح؟ تعالوا معي لغه عربيه مثلا اللغه العربيه أو الإنجليزي. لا على فكرة إذا بدك مش مصحف جيب تويتر والفيسبوك جيب لك إياه. هلا أنت بتحدد شو الكوربوس. فنفترض إنه عندنا كوربوس ضخم جدا للغة. دائما بنقول إذا بدنا نعمل لانجوج موديل للغة لازم يكون مبنية على كوربوس. إحنا محددين بالضبط شو لازم تلقى مواصفاته وده يكون ضخم شامل بطريقة إنه فيه تقريبا كل استعمالات الكلمات. لا الكوربوس عبارة عن تيكست كوليكشن. جيب كل الكتب العربية بدنا نعمل كوربوس العربي. جيب كل الكتب العربية كل قديمة وجديدة. ليه؟ جيب كل الجرائد. ليه؟ كل المواقع الإلكترونية السياسية وال كل المواقع الإلكترونية جيب حط. شو كمان فهم؟ جرائد مجلات كتب مواقع جيب كل شيء حطه كله كوربس واحد. ها كل واحد دوكيومنت يعني خليه دوكيومنت تخزنه عندنا هذا كوربس. بعدين في جوز تيجي تقطعه لكلمات تقطعه لجمل. هلا انت بناء بدك تستعمله عشان تبني اللانجوج موديل يعني وكانه يعني تقول انا الكلمه الشائعه عم يقول شفت الصبي ولا شفت البنت. انت كيف بدك تروح تعمل سيرش في الوقت يعني بس هسه بنشوف كيف اكيد في لو بقول العربي في بشكل محدود اقل طبعا بس given a corpus compute the probability of a sentence w or a sequence of words. مش مهم انها تكون sentence كامله ولا المهم عندي sequence of words. فبعطيك الكوربوس وبدي تعمل قديش احتماليه هاي السيكونس اوف وير. قد تكون سنتنس قد تكون على فكره كلمه قد تكون 20 كلمه 50 كلمه مش مهم عندي. المهم عندي دبليو اللي هي مكونه من كلمه او اكثر من دبليو 1 دبليو. فاللي بدي اياه شو احتماليتها شو احتماليه وكاني اقول هاي الجمله هي نفسها احتماليه يعني هذا هو المثال. I want to eat pizza. I want to eat pizza. طب احتمالية انها هاي وكذا احتمالية انها وردت في الماس تبعي هي ايكوال احتمالية تفتح كورس الكلمة I want to eat pizza. واحد وكأنك بتحط فاصلة بعد كل كلمة بس تقدرش تجيب كلمة وتحطها مترقبة يعني ترتيب مهم. هاي مثال how to cook rice. ها how to cook rice احتماليتها هي احتمالية how to cook rice. هلا شو التاس تبعتنا قلنا انه سوري شو التاس تبعتنا انه هلا في شيء هذا اللي بدنا اياه. هلا في شيء في الاحصاء شو بقول؟ في فانكشن في الاحصاء بقول A probability of an upcoming word يعني
لو اعطيتكم انا بي نسيت طلعتها بي يعني شو البروبابيليتي تبع هاو تو كوك يعني مش هيك سوري نطلع البرامتر given هاو تو كوك شو احتماليه انها رايس تيجي بعد ها شو احتماليه انها رايس تيجي بعد يعني تخيلوا انت على جوجل هاو تو شو بيجيب لك مش اوتوفيل هاو تو ايت هلا انا بدي اقول لك اعطيتك هاي هاو تو ايت بعدين بقول لك شو احتماليه انها تيجي هاو تو ايت اورنج ولا هاو تو ايت بوتيتو يعني اني اعلى احتماليه هاو تو ايت اورنج ولا هاو تو ايت بوتيتو فهي نفسها التاس بحولها الى انه هيك given هذول السيكونس اوف ويردز شو احتماليه ان هاي الكلمه تيجي بعدها واضحه؟ في اي سؤال؟ طيب فهاي نفسها اللي بنقوله انه هاي ريليتد لها هاي التاسك هاي اللي المشكله اللي بنحلها هاي صح؟ شو ريليتد لها؟ هاي بمعنى سوري هلا فهمتوا علي مضبوط؟ هلا فبنقول اذا عندي البي اللي هو الفانكشن طبعا عندي الكوربوس وعندي البي الفانكشن اللي بعطيه الجمله بيعطيني احتماليتها من هذا الكوربوس سواء هاي او هاي هذا هو اللانجوج موديل هذا هو اللانجوج موديل يعني انا بعدها بديش الكوربوس انا بعمل عمليات معنى اخر بعمل عمليات احصائيه بخزنها وبرمي الكوربوس بصير هذا اللي خزنته بيمثل اللغه هو اسمه اللانجوج موديل بعدين بصير استعمله للأشياء للأمور. فهمت ممكن تحتاجه بشيء ثاني. يعني أنا ممكن لما حطيت مثلا هاو تو كوك شو هاو تو إيت مثلا هاو إنجا بوتيتو يعني راح جاب لك احتمالات بس أنا ممكن أحتاج هذا الكورفوس كمان مرة بشغلات ثانية. يعني هل بيزن بنشوف يعني أنا شو بقول لك ترمي الكورفوس أنا بقول لك إنه اللانجوج موديل بعدها بيمثل لك ما هو الشائع في اللغة يعني بصير ترجع للاحصائيه بصير ترجع للاحصائيه نعم صحيح يعني تقول كلمه في الكوربس كلمات عشوائيه لا الكوربس عباره عن كمان مره روح جيب يا اخي روح جيب الكوربس مثل القران الكريم لا خلي معلش بلاش بلاش تشتتوا هسه اكثر الكوربس للقران الكريم مو القران هلا الكوربوس للغه يعني تروح تجيب جرايد بتجيب كميه مهوله من النصوص لهي اللغه بس هذا هو الكوربوس هلا انت بعدين جمل عندك اياها بعدين بصير التركيه هلا بنشوف احنا جايين هلا فهذا على فكره في ناس بسموهوش اللغه الموجوده في ناس بسموه الجرامر بس الجرامر مش يعني جرامر انه فاعل ومفعول ولا غيره لو بقول لك هاي الكلمة بيجي بعد هاي الكلمة لأنه إلا ما واحد كان يعني مستحيل واحد أجا كان أكلت الكوب الزاكي ما حدش بيقولها الكوب الزاكي اللي كتالي فما حدش بيقول أو إذا واحد كانها جزء كلها واحد اثنين ثلاث مجانية أما الأشياء الشائعة بتكون كلها موجودة في الكوربس مظبوط إذا كان كلمة فهذا على رأيك هم سمين لنا جزء مثل ما يقومون بعد شوية هل خلينا ندخل على نفهم شو هي تشين تشين رول اوف بروبابيلتي عشان نقدر ندخل جوا هذول ونتعامل معها فالتشين رول في شيء بنسميه الكونديشنال بروبابيلتي هلا الكونديشنال بروبابيلتي انه شو احتماليه اي جيفن انه بي كابيتال طبعا او شو احتماليه انه given b انها تيجي a بعد ورجعت لكم المثال
يعني شو احتمالية انه given how the coke النتيجة الرئيس بعد ليه؟ هلا شو احتماليتها لو عندي دينتين كلمتين هي احتمالية انها A B انه how the coke rise مثلا هذا من خلال كلمتين nice man هلا انا بقول لك شو احتمالية انه بعد كلمة نايس يجي مان هلا اسمع في احتمال في كلمة نايس وردت مع اشياء ثانية صح؟ نعم فعشان شو بنقوله فكلمة نايس مان مثلا عشان نحسبها يعني جيفن نايس شو احتمالية انها مان تيجي بعدها هي ايكوال احتمالية وين وردت كلمة نايس مان على احتمالية ما بمعنى آخر إنه احتمالية نايس مان هي بتكون حط على واحد يقول هاي هي تطلع هاي المعادلة أو منقول احتمالية ها إيكوال يعني هذا طيب لو عندي أكثر من A يعني B أكثر زي الجملة اللي حكيناها قبل شوية هاي مثال it is its water is so transparent عندي هاي الجملة ها شو فبدي أقول أنا إذا عندي هذول أنا هون جربت على A B يعني كلمة كلمة هون عندي شو احتمالية A B C D جمع ربع الكلمات هذول هي equal احتمالية A ضرب احتمالية given A انها B تيجي بعد A صح؟ ضرب احتمالية C انها تيجي بعد A B ضرب احتمالية D انها تيجي بعد A B C هاي مثلا it is its water is so transparent فاحتمالية its ضرب احتمالية انها ووتر تيجي بعد اتس ضرب احتمالية انها اتس ووتر از انها انها الاس تيجي بعد اتس ووتر از ضرب احتمالية احتمالية انها تكون سو بعد اتس ووتر از ضرب احتمالية انه ترانسبيرنت تيجي بعد اتس ووتر از سو هيك هيك بطول احتمالية وجودها يعني. هلا الجيم رول اللي هي هاي الجيم رول هذا بس وجدت المثال قبل الرول انا. الجيم رول انه احتمالية انها يجي الكلمات هذول ورا بعض وزي ما وجدتكم هون هي احتمالية الكلمة الأولى ضرب انه given الكلمة الأولى انها الثانية تيجي بعدها ضرب given الأولى والثانية انها الثالثة تيجي بعدها ضرب إلى آخره يعني مضروب من واحد لإن لا مضروب يعني ايش مضروب؟ يعني هاي أول واحدة من واحد لآي سوري من واحد لآي فإذا أول شيء أول واحدة بعدين واحد مع الواحد مع الأولى الآي اللي مع الأولى ضرب مضروب ضرب مكرر مفهوم لحد هون؟ مليح مفهوم؟ طيب هل how to estimate these probabilities؟ هلا لو انا جيت لو عندي given a large corpus of English يعني large يعني عارف شو large يعني بنحكي على شيء كبير مهول يعني كل لو واحد بده يعمل تكست لكل اللغة الإنجليزية شيء كثير كبير that represent the language Should we just divide all words and count all probabilities? يعني لو بدي أقول مثلا probability of إنها its water is so transparent that إنها that هي تيجي بعد الجملة its water شو احتمالية إنها that تيجي بعد its water is so transparent that هي equal ل الكم
لهان على الكاونت لهان. متى اللي صار هذا الشيء؟ نقدرش، عارفين ليش؟ It's too much. صح؟ It's too much. يعني too many possible sentences. يعني تخيل انت too many possible sentences. خليني بس اكمل. الدكتوره قالت هذا حكيت لك بس على الاحتماليه، يعني قديش في انه تكرار في الشروط محدده. احنا جايين نسال نقطه زي احنا هلا وي ويل نيفر هاف انف داتا، يعني ذا كاونت اوف اول بوسيبل سنتنسز. ها فتخيل لو انت بدك تقول، يعني عشان تعمل الاوتوفيل هاي او عشان تعمل اسئله الجدار والاخري زي ما وجدتم امثله، انه انا بدي لما اكتب بقول اي شو احتماليات اللي بدي يجي بعدها؟ اي ونت تو بلاي، شو بده يجي بعدها؟ شو يعني انت بدك تروح تخزن وتحسب اول بوسيبيليتيز لكل اللغه اتس اوفر. صح؟ فهذا الشيء كان كثير سهل. هلا صاحبنا اللي اسمه ماركوف، اندري ماركوف، روسي وماثماتيشن روسي، وعلى فكرة مش واحد جديد، يعني واحد من توفى في 1922 يعني. وهذا موضوع إحصاء على فكرة، هذا مش موضوع ولا شيء اي تي في البداية، يعني هذا موضوع إحصاء. هلا عين اسامبشن كان وين بدل ما تعد كل الجمل الممكنة، it is enough to only count the last few words. هذا مش مشكلة. يعني قارن لي هلا هاي مع ال chair هو اللي وجدتني إياها قبل شوية، ما أورجيكم إياها، أذكركم فيها. شو هاي كانت؟ ذكر إنه the probability تبع إنه هذول الكلمات اللي جن ورا بعض هي the probability زيها. انه انا اروح اعمل البروبابيليتي تبعت الكلمه الاولى اتس مثلا ضرب بدها تيجي اتس بعدين ووتر بعدين هذول اللي هم المضروب هذا اللي هاي فكان هاي فيش داعي تعملها هيك، ما في داعي تعملها هيك لانه النتيجه تقريبا إذا بتساوي هاي تطلع تقريبا النتيجة. شي هاي؟ إنه بدل شو احتمالية إنه يطلع عندي هذول ورا بعض؟ هو تقريبا احتمالية لاحظ مضروب إنه أنا بحط بس آخر واحد. إنه ال آي ناقص كي، يعني خلينا أنا أستعمل مثال، هاي مثال. شو احتمالية إنه طلع لي انه انا انه given it's water is so transparent that احنا اللي بدنا اياه انه بنحسب احتماليه انه ذا تجي بعده. هو بقول هاي تقريبا واحد تقريبا ايش؟ انه ذا تجي بعد ذاك. هلا بجوز واحد يقول مش مقتنع كثير، اوكي طيب ايش مشكله؟ خذ ها انه ذا مش بدا ترانسفيرال هاي احسن. ها فايز فهم علي؟ هو كوقفوا لي. هلا شفت كيف نحسبها كم مره؟ شفت كيف نحسب احتماليه؟ طب الوضع بالوضع الطبيعي هاي مفهومه؟ في حدا مش فاهم هاي؟ هذه فورس. في حدا مش فاهمها؟ كمان مره ها بنمشي هاي. شو احتماليه هاي الجمله؟ هي احتمالية ها ضرب احتمالية انها الووتر تيجي بعد اتس ضرب احتمالية انه الاس تيجي بعد اتس ووتر ضرب احتمالية انه السو تيجي بعد اتس ووتر اس ضرب احتمالية ترانسفيرنت تيجي بعد اتس ووتر اس سو. هذول يعني الرول ها انه مضروب يعني من واحد ل
واحد اثنين لا انا ناقص واحد لانه انا ما هاي هي هل فانا شو اللي بسويه؟ قلت بدل ما اسوي هيك اجاك بدل ما اسويها كلها بس انت خذ اخر واحدة او جزء اخر اثنتين اللي بدك او اخر ثلاثة بس ما في داعي توخر كل الاحتمالات ايش يعني؟ يعني كمان شو احتمالية ان هالذات تيجي بعد اس ووتر اس صوت رانس ايران ده هناك قديش مرة ضربت كثير صح؟ هون بقول لك هاي تقريبا ايكوال لا انه احتمالية الذات تيجي بعد الذات بس وين اذا مش معجبك قول الذات تيجي بعد ترانس ايران يعني خذ ثنتين بقى يعني مع اخر انت بدك تشوف شو احتمالية هاي تيجي بعد هاي صح؟ فيش داعي تاخذ كلهم خذ اخر واحد او اخر اثنين لاحظين؟ فا in other words we approximate نعمل approximation تقريب each component in the product هذا بهاي الطريقة واضحة؟ في حدا مش فاهم؟ طيب هذا هو language model فإذا بتاخذ انت سوري هذا هو يعني اللي شرحت لكم اياه لحد هلا شو هو كيف نعمل لانجوج موديل وقلنا انه عشان نعمل لانجوج موديل بهذه الطريقه كثير صعبه فعملنا عمليه تقريب باستعمال الماركوف اسامبشن وبسطها بالطريقه هاي ليه واضح هاي اول جزء من المحاضره هلا بعدين بدنا ناخذ هلا البايجرام اليونيجرام البايجرام الانجرام اللي هم اللام موجوده اللي بدي ابنيه قديش طول اذا بدك الاحتماليات اللي بدي ابنيها يعني هلا عشان امثل اللغه من ناحيه احصائيه قديش طول الكلمات هاي اللي بدي ابني الموديل تبعها اذا بدنا نعمل شيء بنسميه اليونيجرام يوني شو يعني؟ واحد باي تراي بلا بلا اليونيجرام اليونيجرام فأنا عشان أعمل اليونيجرام عشان أشوف البروبابيليتي تاعت هاي السنتنس بدنا نطلع المثال قبل ما أشتغل سلايد عشان أعمل البروبابيليتي تاعت هاي السنتنس أبسط إشي إن هاي البروبابيليتي تبع هاي ضرب البروبابيليتي تبع هاي ضرب هاي ضرب هاي ضرب هاي كل واحد لها في شيء مش فيش كونديشنال في شيء أقول هاي بتيجي بعد هاي مش علاقات بدون عرض بدون عرض نعم صح بدون عرض خليني بس فاستيميت البروبابيليتي اوف هول سنتنس اوف ويرز باي ذا برودكت اوف بروبابيليتي اوف انديفيديوال يعني عشان احسب احتماليه دبليو 1 دبليو 2 دبليو ان هي مضروب ايش دبليو اي يعني مضروب من كل هذه الكلمات احتماليه على ايش؟ ها؟ احتماليه على ايش؟ ايش احتماليه على ايش؟ يعني ورجيت لك انا كيف الكورس كله ولا في السنتنس؟ في الكورس كله ولا في السنتنس؟ الكورس كله طبعا في الكورس كله هاي الاشياء هل الاحتماليه بتاع الكورس كله؟ يعني بتاخذ الكورس يعني نفترض ان الكورس عندك مليار كلمه ليه؟ اخترت طبعا في جيف الكلمات بتتكرر انتبه الكورس مليار كلمه شو احتماليه انها تيجي اتس قديش احتمالية الكورس تبعك؟ قديش احتمالية الوتر؟ لحالها اللي تكررت على الهدف الكلي لحالها يعني هلا بيه وتر انا في عندي مثال وتر شوي اذا بتسمعوا عدد الكلمات عدد المرات اللي كان فيها كلمة وتر في الكورس على عدد الكلمات الكلية في الكورس لكن بيه وتر ويل مش عارف كلمات كل الكورس جاي على المثال ماشي بس احتماليه هذا الكورس هلا انت امشي معي احتماليه هذا الكورس مش مهم كيف بس فهمت علي بس كيف بس يعني بجوز تيجي مع شيء ثاني اللي ساله له هاي انه they are individuals بجوز تيجي مع شيء ثاني ليه؟ فاكزامبل اوف سم اوتوماتيك جنريتد سنتنسز
يعني مش مشكلة. هلا بتشوف بالوضع بالبايجرام بتبين أحسن. شو البايجرام؟ شو يعني البايجرام؟ كلمتين كلمتين. فشو احتمالية هاي؟ أو أنا هنا باقي غلطان. أنا باقي غلطان. معلش عندنا ما إلا بنسى. المثال تبعي. المثال تبعي. كملين في البيت بس انه يعني شو احتماليه الا بدي احسب اللانجوج موديل يوزنج بايجرام للكوربس تبعي او للجمله هاي. فشو احتماليه انه اتس ووتر اتس ترانسبيرنت ذات هي احتماليه طلع بايجرام اليونيجرام كيف سويت حسب الكلمه احتماليه كل كلمه لحالها صح هاي كيف بدي كلمتين شو احتمال يعني شو احتمال كل شو احتماليه انه الووتر تيجي بعد الاتس امسك ضرب شو احتماليه انه الاس تيجي بعد الووتر ووتر تيجي بعد الاس لا شو احتماليه انها الاس تيجي بعد الووتر في جرات في جرات يعني معلش يعني انه شو احتماليه انه او شو الووتر وايش هو طبعا مدام كنت هاتين عليها هات احفظها مباشره هاي هي بس شو احتمالية انه الووتر تيجي بعد الاكس الووتر تيجي بعد الاكس وانه ايش كمان هيك صح طيب شو احتمالية انها الووتر تيجي بعد الاكس ده احتمالية انه بس هاي كمان معكوسين؟ كلهم كلهم معكوسات هذا بكون السيستماتيك ايرور لازم لازم اغيرهم خلاص اوكي على الاقل بدي اعلمهم اعلمهم عشان انساهم عشان نعدلهم بعدين بس فهمتوا عليه يعني اول مره حسبت احتماليه كل كلمه مفروض بغض النظر مفروض كلمه هاي اخذت اثنتين بس كيف اخذت اثنتين هاي اثنتين هذول اثنتين بعدين هذول يعني هاي هاي زي تشين زي تشين ويندو هاي ويندو حركها كلمه بس حركها كلمتين هي الويندو تشوف كلمتين حركها كلمه ها؟ شبكة مع بعض، حركها كمان كلمة وطلبت الجملة حركها كمان كلمة هاي البايجرام فاحتمالية كل ثنتين مع بعض طيب ترايجرام اشرحها أربعة نفس الشيء واضح؟ هيك أنا أحسن اليونيغرام ولا البايجرام ولا الترايجرام ولا الهيفتيغرام كد ما بتقدر تعمل اليونيغرام بالبايجرام اليونيغرام ممكن يطلع سنتنس بدون معنى ولا طب هون بقى بتخطط على الكيس اللي عندنا يعني قديش ممكن بدنا تبقى نعرف جوجل منين؟ خاف الله 50 جرام يعني مش متاكد بس يعني انت قد ما بتقدر تبني قد ما بتكون هدف بس يعني في كومبيتيشن كومبيتيشن باور عالي جدا 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 بتلزم عشان نبني فالان جرام موديل كمان مره وي اكستند وي كان اكستند تو تراي جرام 50 جرام قد ما بدنا In general, this is an insufficient model of a language. هلا طبعا نشوف مرات يعني إذا بنبني بس لخمسة قصدي أو لأربعة أو لاثنين مرات يعني بدي أورجيكم وين المشكلة هسا.
اذا بنبني لشيء صغير يعني اذا بنبني بس مثلا تريجرام باي جرام لانه بعض الجمل والديبندنسز تبعتها كثير عاليه في مثلا واحد هو ترى هاي الجمله الكمبيوتر which I had just put into the machine room on the 50th floor crashed. هلا شو قصدنا نقول؟ الكمبيوتر كراشت. فعشان انا اطلع احتمال يعني شو احتماليه انه يطلع بالنص كلمه الكمبيوتر كراشت تطلع تطلعش معي الا اذا سويت الجرام كله عليها كلها صح؟ واحد اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش ثلاثة أربعتاش خمستاش ستاش. فلو الجمل في الكوربوس تبعنا كلها كثيرة أوكي كان جزء باي باي جرام باي جرام كذا بس عشان مرات جمل طويلة فبوجود بحاجة إحنا نعمل الجرام تبعنا يكون أعلى بس كل شيء له ثمن والكوربوس انا بكون ضخم جدا وكل شيء له ثمن ومرات بدك وعلى فكره وهذول كلهم هن كراب على بعض يعني مش انه الفورث جرام الاحتماليه جمله بالفورث جرام ولا بالفيفث جرام الاحتماليه قديش بتكون كثير قريبه على بعض ها يعني مش انها بتكون الاكيوريسي بتزيد الاكيوريسي بشكل كبير جدا يعني خليني احكي very informally يعني لو سويت trigram بجوز 95% بجوز يصير دقتك 95% لو سويت fourth gram دقتك بس بصير 96 فهمت علي؟ فهمتوا كيف؟ يعني 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 عشان بس تتصور انت هاي مش دقيق الكلام مش الارقام كلها مش دقيقة بس عشان خليك تتصور انه الموضوع يعني كل ما زدت بزيد شيء الاكيوريسي كثير لانها هم اصلا ماركو ابروفد انه هذول بيشتغلوا انه هاي عن جد كثير قريبه كثير قريبه عليها بس مش 100% لا this means that we have to consider lots of loops and tenses but in practice we can often get away of engram model whatever anyway خلينا نشوف امثله على شو يعني probability مش هذا كان سؤالك؟ شو هي probability لما بقول بدي احسب ولا اروح على المثال وبعدين اشرحه؟ على المثال يلا عندي كوربوس من ثلاث جمل عفايز الكوربوس تبعي بس ثلاث جمل شو هم؟ شايف هاي؟ وهاي I am Sam Sam I am I don't like green X and ham هذا الكوربوس تبعي منيح هلا شو احتمالية انه بعد هاي الإشارة سنتنس دي جي آر شو احتماليتها؟ اثنين طيب خلينا نطبق الكلام احتماليتها انه ما نشوف نشوف اثنين احتمالية وين كده مرة وردت كده مرة الكام كده مرة وردت كلمة كلمة هاي بعدين اي بعدها كده مرة هاي واحدة وهاي واحدة صح؟ على على ايش؟ عدد هاي صح؟ مظبوط؟ اللي هي على عدد ها شو هذا صح؟ على عدد طبعا على عدد مش اي انت بتحكي اي الكلمه الثانيه عدد الكلمه الاولى اللي هي هذا فبيطلع 67% هلا قديش احتماليه ناخذها كديش احتمالية انه سام تيجي بعد الاس كديش وردت هون مرة كلها يعني هاي بعد هالسام بس هاي صح عالي كديش مرة وردت هاي فتطلع 33% طيب
ناخذ هذا قديش مره يعني هل شو احتماليه اني اكون قال يان شو احتماليه انها تكون الان بعد الان مرتين هلا قديش مره وردت ايان هاي وحده هاي تنتين صح؟ وكده مرة الاس سوري كده مرة الاي وردت واحد من هنا صح؟ كده مرة شو احتمالية انه هاي تيجي بعد كلمة سام واحد اول مرة ها على عدد سام واحد اثنين ثلاثة خمس لاحظين كيف احسبهم؟ فبالتالي نرجع لفوق نقول فالبروبابيلتي الكاونت يعني لما بدك تحسب انها الكلمة هاي تيجي بعد هاي هو يساوي الكاونت لا الكلمة الكلمتين ورا بعض زي ما بدي اياهم على عدد الكلمات اللي على عدد الكلمات في اي سؤال؟ واضحة؟ تقدر تحسبوها هلا لو اعطيكم كويز؟ اه؟ اجيب كويز هلا؟ هاتوا نكبر الموضوع في سؤال فهد؟ دكتور لما احنا بالبالو نسمي لها هاي اكثر من احتمالي ولا؟ هسه لو هاي ترى هذا المثال سوري لو هان عندي مثل ترى يعني لو اعطيك كلمتين نفس الشيء تبي تصير تسوي فيها ضرب يعني تحكي فيها ضرب؟ لانه فيها كلمتين مش اه تحكي فيها ضرب في التراي لا اوكي ما كنا لك انت بدك تستعمل ما كفول ما اسامشن عشان مش في احتمال بدك تسمع كم كلمتين بعدين ضدهم يعني اي ام بوي والبول باي مع الام بوي طلع كمان مره هون هلا لاحظ هون هاي مثال على هاي مثال هاي أربعة في ضرب كثير ولا هذا بس اجى صاحبنا ماركو شو كان طلعش عليها كلها زي زيها بس يعني سوي هلا هاي بتحسبها طبعا بالضرب بس بدي اقول لك اياها انه شو انت بدك تساوي هنا يعني في يعني ماركو اجى بقول لك فيش داعي تضرب كل المطاعم هاي فكره ماركو انه تقريبا اذا تستعمل اخر اشي بيطلع بكفي هاي في عندنا كوربوس اكبر في عندنا كوربوس اكبر وهذا على فكره هذا مش هذا كل الكوربوس يعني حدا هذا مثلا مش مني حدا جاب كوربوس من مطعم الى اخره كاميو تلمية بعض هل يقود بلا بلا المهم انه هذا كوربوس هل جزء منه هلا اجى حسب الباي بلا باي يعني كلمتين ها حسب كلمتين كلمتين عدد السنتنسز اللي في الكوربوس الموجود عندنا هلا 9000 كل حوالي 10000 او 9000 سنتنس خذ عمل اريد ان اشيك He want to eat Chinese food lunch spend. طبعا حط حطن هون حطن هون. كيف نقرأها؟ نقول شو احتمالية انها تيجي I بعد I يعني I بعدها I كديش سوري كديش مرة اجا خمسة كديش مرة اجا I want مش احتمالية هنا عدد كديش مرة في الكوربوس تبعي اجا كلمة I want كذي مرة I cook كذي مرة I eat I Chinese I food I lunch I spin تنتين طيب want كذي مرة أجي أدخل I بعدين want يعني want I طب want one طب want two want eat want Chinese want food want lunch أو أنا مدرب بعدين two شو أجي كده مرة اجت الـ I بعد الـ 2 يعني 2 I 2 1 2 2 2 E R ففي مرات يعني لما عملنا هاي هاي كاونت هاي مش بروبابيلتي لما عملنا هاي بس باي جرام هذا بس
عشان اورجي لكم انا مين كوربوس وهي الكامبس تبعته. ليه؟ مفهوم؟ طب دكتور احنا يعني كل يعني بالمثال اللي قبله كيف احنا اطلعنا 8 لكل كلمه على بالضبط يعني النتيجه كيف انه كيف بدنا نحسب انه السنتنس هاي صح ولا لا؟ لا انت بس طلعت احتمالات بس احتمالات بس احتمالات انت اللي بتسوي اللانجوج موديل. اوكي انت ما بتطلع انت مش ابلكيشن انت بس بتحسب وبتحط بدناش الكوربوس وبعدها لما دينا تيجي تبني سبلينج تشيكارد تستعمل اللانجوج موديل تبعك الاستاتستكس تبعك بس. واضح؟ فهلا هون في هذا المثال اللي سوينا خلص هاي اخذنا معلومات الاحصائيه اللي بدنا اياها عن الكوربوس وهلا عنا بنسميش الكوربوس. ممكن يتعدل عليه الكوربوس يعني ممكن نضيف عليه جديده ولا غير الاحصائيه الاحصائيات الثانيه. انا اشك انا كلامه صح لا بس انت بالنسبه كلامه صح شوي معلش كل كدام زمي عيل الكوربوس يعني انا اخلي الكوربوس يعني كل ما واحد كتب جمله على الانترنت نضيف على الكوربوس بزنيش لاني انا شو بدي احصائيات عن استعمال اللغه هاي الاحصاء يعني الاستعمال اليومي يعني هاي مش داتابيس كل ترانزاكشن اللي بتعملها تضيفها بس بجوز بعد كل فتره الناس تغير اللغه تبعتها و اوكي عندها كورس انا ما بتسمي اياها كداتا انا بس بدي تصور احصائيات تقريبي تصور طبعا من تقريبي تصور عن الاستخدام اللغه واستخدام الناس للغه فعندي انا هلا بنيت هاي الميتريكس كلنا عن كوربوس اكبر من المثال السابق هلا نشوف بدل ما عرفنا ما نخزن كل هذول الارقام اللي هم الكاونتس نقدر نخزن البروبابيليتي وبس احسن لنا يعني شو احتماليه انها اي تيجي بعد اي 2 بالألف شو احتماليه انها ال1 تيجي بعد الاي 30% شو احتمالية انه تشاينيز تيجي بعد فول 92 هذا الرقم معك مش الرقم مزبوط شو احتمالية هلا وبخزن كديش كيف كلمة وردت مرة في النص هاي كديش الكلمة وردت مرة وهاي احتمالية انها الكلمة كلمة يعني بايجرام هاي بايجرام مش ترايجرام على فكرة لو بدي ترايجرام بسيطة نو بضيف كلمتين كلمة بضيف هون كلمتين كلمتين مع هاي وبخزن أبوخ ضيف لا مش ضيف مش ضيف لا لا وترا وفورت جرام كيف كده صير فورت دايمنشن فانت احسن شيء شو تصور هكذا انه انت ضيف هون طلع طاقة وهون كلمات ضمن حط هون اي وان فبصير تقول قديش احتماليه انها اي مع اي انه اي انه اي تيجي بعد اي وان وين اي وان اي 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 نو اي وان كذا هون انا هاي الكلمه وهذا تيجي بعد او بدك العكس بس بدك تكون فاهم هذا العكس فهمت علي؟ فقد ما بدي بحط في اي سؤال فلما اقول شو احتماليه ان اقول اي وانت انجلش فور وتبكي هاي هلا في الباي جرام اللي هي احتماليه فايز هذا السؤال اللي سالنا عنه انها تيجي هاي بعدين اي ضرب احتماليه هاي ضرب وانت هاي باي انتبه على فكره هاي مش ايكوال يعني هاي ابروكسيميشن لانه لو بدي احسبها ايكوال انتبه على فكره فتحوا عينيكم مليح معي اذا بتفهموا هلا هاي معناته لخصت كل شيء هلا
فأنا خلينا نقول هلا إحنا لما أخذنا عندي هاي جملة صح؟ هلا شو احتمالية إنه هتكون هتيجي كلمة ورا الثانية؟ شو احتماليتها في النص تبعي في الكوربس تبعي؟ لو بدي احسبها بدي دقة يعني احسبها بالضبط لازم احسبها على اني رول ها صح؟ بس قلنا اخونا ماركو شو سوا؟ كان فيش داعي احسبها احسبها على الاخير اذا بدك سوري احسبها على الاخير او اذا بدك على بايجرام هلا لو نحسب من احسبها على بايجرام فانا هاي الجمله اللي اعطيتها فيها قبل شويه هي محسوب يعني هاي احتماليه انه هذول الاشياء يجي ورا بعض في النص عندي هي احتماليه ابروكسيميشن حسب ماركوف رول لا ها على بايجرام انه هاي تيجي بعد هاي ضرب هاي بعد هاي ضرب هاي بعد هاي فلو تطلع على ها تحسب هذول تطلع احتمالية هاي الجملة يعني باختصار انت بتعمل اوتوفيل احسن شيء للاوتوفيل هذا المثال بس هذا كمان تنسوش انه لا سبيلنج تشيكر ولا ترانزليشن ولا سمرايزيشن ولا كل شيء بس اذا بتتخيلوا اكثر شيء اسهل شيء للتخيل للاوتوفيل فالاوتوفيل شو بتساوي؟ قول هاي ارت وات English food كذا هاي طب هلا بعدين يمكن طبعا بجوز في هاي الجملة وردت 100 مرة وفيها النص تبعها طب هلا كل ما بتكتب جملة الكمبيوتر شو بتجيب لك؟ كمان اللي بعدها طب على بناء على ايش هيك مرتبها؟ بناء على البروبابيليتيز اللي بكون حاسبها الكوربس خلص الكوربس حسب زي هيك ورماه حسب خزن هاي الماتريكس صح؟ فهمت علي؟ خزن الماتريكس وحط بدناش الكوربس هذا فحسبهن هلا هو بس بروح على التابل بصير بروح على التابل كل كلمة بتحطها يجيبها بالبروبابيليتي مع اللي قبلها بس هذا إذا بايجرام وبطلع لك اياها يعني وبالتالي بتبتدي ترتبهن عشان الاوتوفيل بترتبهن حسب الاحتمالية الأعلى هاي اوكي ما في اي سؤال رجاء تسالوا اذا في عن جد مفهوم انه هذا عليه مشروع بدك تعمل كورس تعمل مايك موديل تطبق تعمل اوتوفيل فانكشنال فانكشنال دكتور يعني المارك قال اما بتحط الاولى مع الثانيه او على هذا الاساس لا المارك شو كان لو عندك جمله طويله زي هاي بدل ما تحكوس بدل ما ايش بدل ما تاخذ ها ضرب احتماليه ها ضرب احتماليه ها ضرب احتماليه ها ضرب طوال جدا طبعا لما تقول احتماليه هاي بدك ترد تجزئها وتعملها فضرب احتماليه كذا ضرب فكان لا انت طلع عليهم اول شيء تقدر تشوفها ان هاي تقريبا احتماليتها لحالها ضرب احتماليتها ضرب احتماليتها ضرب هاي ضرب هاي ضرب هاي هذا يونيجرام بس اذا مش معجبك هيك تقدر تكبر كلمه بدك يعني بتصير تقول احتمال اللي هو شو احتماليتها ضرب احتماليتها ضرب احتماليتها ضرب احتماليتها ضرب احتماليتها اللي هم يهرب بتكيش ثلاث هلا أنا رقم تعتمد موضوع هو بما انه الارقام كثير كثير على بعض فيعني قد انه الابلكيشن تبعك يكفيك مثلا تاخذ باي جرام هلا بشوف بتوقع انه جوجل عمل 50 جرام نورجيكم لا جوجل في اوتوفيل واشياء اتوقع انه عامل في الفكره بعدها احط الجمله الطويله اللي فيها بس فيها بس الدقه يعني معناته لو بتعمل في الفكره دقه 100% طبعا بس بجوز تبقى
95 96 97 انا بعرفش قديش يعني بس يعني هذه في ايش عادي يعني وقت ليش باي جرام ها؟ احسن ليش باي جرام لا شفتها بدل انا بستنتج لا لا استنتج في مشروع التخرج في مشروع كنت باخره تكتب كونكلوجن في اي سؤال؟ It's very interesting انه كيف احنا احصائيا بنمثل اللغه يعني يعني عرفني كمان مره انا بدي اتاكد انه هذا التيبل عباره عن هذا هو الاسم احصائيه عن استعمال الناس للغه I don't care بعدها شو الجرامر اللي بستعمله ولا لا صح؟ ها؟ خلص هلا لو اجي اقول لك برنامجك يا حمزه غلط بتقول لي ليه؟ بقول لك بالانجليزي الناس بتكونش هيك او الناس بالانجليزي ما بتكتبش هيك بالانجليزي هاي الكلمه تجيش مستحيل تيجي مستحيل كل اسمع انت واحد تبع لغوي وتحب اللغه بس كلام غلط الناس انا اي دونت كير شو اللغويين بقول انا بدي اعمل برنامج شو الناس كيف الناس بتستعمل فهذا هو الاستعمال اللغوي اللي بيمثل الجرامر هذا هو اللي موجود هذا هو اللي موجود ليه طيب فنستمر ف هذا اللي كنت اقوله لو اطلعوا على الفروق هذول want English إن كان تأخذ في حدا كان want بعد يعني أجا بعد كلمة want كديش احتمال كدي مرة أجت want English هالكذا عفكرة want Chinese أجت هالكذا وعفكرة هذا الكوربوس لمطعم عند ستانفورد يعني بأمريكا أوبس كيف want English want Chinese English Chinese أعلم English لأن الأمريكان اللي من المنطقة دي بحبوا يقولوا تنس شفتوا كيف؟ حتى اسمه ما هذا 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 هيك هذا هيك مستعمل هلا want to أجد كثير كمان ما to eat أجد هلا to food فيش ما مرتش ولا مرة spend want ولا مرة هاي أهم هي المفروض إن أنا أطلعش عليها أهم هي أنا تكون بس تاك مش فهاي النمبرز ريفليكت هاو انجلش از يوزد ان براكتس لو عندنا الكوربس عن جد كبير هذا هو الانجلش اللي بيستعملوه الناس دكتور يعني هو في السيتيشن في جوجل مش في السيتيشن اكثر يعني احسه في السيتيشن بقى مش انه بس الكومبليت لا احنا مش هنقول جوجل احنا بس بنحكي على هاي الفكره على جوجل نحكيش على كل جوجل وسيرش انجن وما الى هذا مش سيرش انجن عادي نو هذا مش سيرش انجن اسمع هلا فايز انت لو تكتب على سلينج كار واحد كتب لك كلمه شو بعرف انها صح ولا غلط ولا ايه بدك كمبيوتر عندك كل الديكشنريز كل الكلمات على الفاضي بجوز الناس تخترع كلمه جديده فانت السلينج كار تبعك على ايش هي على استعمال العام الناس للكلمات تتذكر الميت لما غلط في الكلمه تبعها في البدايه ها فبجوز الناس كلها تغلط فيها وتصير دارجو ايوه وكانه دارجو بصير صعب بس تدرج فبالنسبه لك هذا مش شكسبير لانجو انجلش الواقع هذا الواقع ذاكس الواقع زي لغه الميت صارت طب جوجل يعني منين باخذ التكست باي تكست اللي مبني عليه كرول الموديل بتاعي يعني لو يعني هيك سؤالك لو بدنا نيجي نبني لانجوج موديل للغه العربيه شو رايك انا نشوف هذا بعد شوي يمكن سالني هذا السؤال بعد شوي طيب هلا براكتيكال ايشوز تخيل انا هسه لما اضرب سوري هذول مش بيطلعوا بس التبس طلعوا المشكلة هالسيرة هلا برضه كيف نحلها؟ الأرقام اللي كلها عشرية وطويلة
لما نضربها ببعض بتكلف الكمبيوتر وقت عالي بتعرفوا ولا لا؟ في حل احسن بدل ما نضربها ببعض. هذه شو هون؟ ها؟ بنستعمل اللوك بدل ما نخزن ارقام صغيره نخزن اللوك تبعها. فاحنا بس اللوك تبع شو بنصير نساوي فيه؟ نجمع ومش بنضرب. عمليه الجمع اسرع. ها؟ فانت يعني ما اخذت كل شيء احتمالي كذا هاي كذا كذا كذا، انا بس بعمل عمليه جمع الارقام من رقم بطول مثل هذا كل شيء بعد ما يكون لنا باني لنا. طيب هلا قبل ما اجاوبك كمان مره جمال اسمع العربي هاي مش حاطط اللينك انا عليها. سأل جوجل هاي يعني سكرين شوت بس مش مبين عندكم ليه سكرين شوت لشيء من جوجل جايبه انا. يعني في كثير لانجوج موديلز على فكره، يعني اللانجوج موديل تبع جوجل هاتوا نقرا او شيء عندهم كوربوس كبير كذا حجمه كذا في كلمه، طبعا كلمات بتتكرر كمان مره كذا في كلمه. هلا انا بشكر نو كذا تقراها يعني هذا 8 مليون صح؟ هذول 900 مليون يعني هاي 4 مليار 24 مليار اي 24 تريليون 24 مليار هاي كلمة و24 مليار كلمة. ونشوف كل لك طلع شوف كل لك That's why we decided to share this enormous data set with everyone. We processed hello words of running text and are publishing the counts of all هلا بسمها شو ترى شو سمها 5 word sequences. شو يعني 5 word sequences؟ فعندهم مليون يعني اشتغلوا على الفيف ومليون ونشو مليون مليار ومية وستة وسبعين توكن يعني 5 word sequences. ها ده بيز at least in 40 times. طبعا هم اخذوا اللي بس 40 times واللي مش واللي تحت ال 40 times لانه عندهم الانترنت كلها. ف 40 times يعني is also too specific. There are 13 مليون يونيك ويرز. عدد اليونيك ويرز 13 مليون. طبعا انا بقول كيف اجوا بالانجليزي هل في بالانجليزي 13 مليون وير؟ طبعا لا بس هم مثلا بتقول 8 سوري بتقول مثلا بوكس وبوك وبوك كما او شو اسمها ابوستروفي اس ولا بوكس ابوستروفي يعني كل هذول ديفرنت ويردز بالنسبه لجوجل. فاول بصير صعب عمل جنريت لكميه كبيره. هلا شو كان سؤالك؟ كان سؤال جوجل كيف بيعتمد على الكوربس بتاعي اوكي بدي احول سؤالك كيف لو بدنا نبني كوربس للغه العربيه عشان نعمل منه لانجوج موديل اوكي هل احنا بدنا نعمل الموديل تبعنا كمان يشمل اللغه العربيه؟ بدك؟ هلا عندي سؤال بدك؟ اول شيء ليش لازم تكون تبعك احسن؟ عشان انا استفيد عشان اسبلينج تشيك اب؟ موضوع ال عشان اسبلينج تشيك اب عشان الاوتو فيل عشان 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 هل يلزم معناته تاخذ اللغه العاميه بعين الاعتبار؟ المكتوب العامي؟ لا شوف التكست اللي بتفكر له. اذا لا اوكي معناته بدكيش عامي. طيب هات نعمل شيء كثير ضخم. هات نروح نجيب كل الكتب العربيه. وروح جيب كل الجرايد العربيه والمجلات. شو كمان؟ وكل الويب سايتس مكتوبه بالعربي، شو كمان بدك عشان تكتبه؟ وروح اسرق البي دي اف فايل انجز للناس كلها اللي مكتوبه باللغه العربيه، شو ضل كمان؟ كفي؟
هل مجموعة النصوص هاي اللي قلت لك عنها فيها كل الاستعمالات ولا لا؟ فيها ولا فيش فيها؟ فيها؟ كل تقدر فيش. ها؟ كل تقدر بس يعني نسمي منيح. بس إنك كل. طيب بس يعني خلاص يعني بتشكل يعني لما اجي اقول لك في حدا بيقول انه اكل الكرسي شو بتقول لي؟ نوع بقول لك امبلا بقول لي انه عندي كل المكتوب مش موجود هيك الكلمه يطلع برا مزبوط؟ فانت هيك بدك يعني انه ايش؟ يعني بدك الشائع الاستعمال الشائع صح؟ اوكي طب لو بدك انت تبني إشي لا بنقول بس لا اللغة العربية بقولها اللي بتقولها الفلسطينية بجيب كل شيء خاص الفلسطينية ها بجيب كل شيء خاص الفلسطينية بجيب كل طبعا نحن نقول فصحى مش عامي بجيب كل شيء كده بقول فلسطيني طيب لو بدك لا بدك كوربوس أو بدك لا بنقول تبني بس بدك تعتمد على الأدباء والشعراء تروح تجيب هذا الكوربوس فيعني يعني مع انت تختار الكورس اللي بدك اياه حسب اللي بدك تشوفه بعرفش جوجل شو عامل بس برضه اكيد اخذوا شو اسمه يعني كميه مهوله من النصوص الى اخره يعني اللي برضه اختاروها طيب هاي مثال على مثلا سير اس incoming serve as incubator serve هاي بس ايش كم يعني اعداد او probabilities هي اعداد يعني لا اشي جاي من جوجل هاي في فيور على فكره في جوجل في نتبوكس بقول لك في سوري في كمان تلجرام موديل عامل جوجل كوربوس بس للكتب مش كمان الانترنت ها وهاي في كمان واحد ثاني اوكي هلا بدنا ناخذ شوي صغير بس هلا جمال عمل موديل للغه العربيه وفايز عمل موديل للغه العربيه انا احسن انا احسن اني معاه تبع جمال تبع فايز باخذ ثلاثة كل واحد يشي كل واحد بيحكي عليها هلا بالاخر بس يعني وكانه أحسن انت بنيت سبلينج شكرا بدك تختاري بيبي انا بتختاري بناء على عايش بتختاري حسب مواصفات الكورب سبلينج لو واحد فيهم مستخدم العاميه هلا بدنا نشوف بدنا نشوف طريقتين عشان نختار انو افضل سو داز ذا لانجوج موديل بريفير جود سنتنسز اور باد سنتنسز على فكره هذا هو يعني انتم عمليا مو شو ليش لانجوج موديل عشان يفضل لي الجملة الأحسن عن الجملة الأسوأ صح؟ فـ High probability to real or frequency observed خليني أنا عن التفاصيل لأنه كله خلينا نحكي في طريقة واحدة اسمها extrinsic أو in vivo وفي واحدة اسمها extrinsic يعني intrinsic يعني واحدة بتطلع على الأمور من برا واحد بتطلع الامور من جوا اللي بنسميها بريبليكسيتي هلا هاي بتقرأ التفاصيل هون يعني ما فيش شيء سبيشال بتقرأ التفاصيل عشان بس نستعجل شويه ف وكانه بيست ايفالويشن الاكسترنسك شيء اللي بتطلع من برا يعني بيست ايفالويشن اوف كومبيرينج موديلز تبع جمال ولا تبع فايز بوت ايت موديل ان تاسك فخذي سبلينج تشيكر وفحصي الموديل تبعهم عليه خذي سبيتش ريكوجنيشن وفحصيهم اثنين عليه خذي ماشين ترانسليشن وفحصيهم اثنين عليه من برا ما تدخل جوا ولا تعرف كيف سوا ولا 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 فبدك تفحصيهم هذا اللي بنسميه ايش؟ اكسترنسيك ايفالويشن لاحظين؟ طبعا It's very good. يعني لأنه بالآخر إذا بتجربي أنت بدون ما تدخل جوا بتجربي أنت تقول أوكي تبع مثلا فايز أفضل من تبع جوجل
الاسبلمتي كاب تبعي مثلا. طبعا هاي يعني تو ماتش الانترنسيك اللي يعني الانترنسيك اللي انا بدخل من جوا ها. فكيف ممكن تساوي؟ How can we predict the next word? I always order pizza with cheese and بتحطي له جمل وهو بيطلع لك يعني بتحطي انت انه ورود لازم انت تطلع على النتائج تبعته اللي طلعوا لجمال ولا فايز وبتشوف كيف الاوتوفيل تبعته طلع. فمثلا the 33rd president of the US was I saw a جربوا على فكره جربوا جوجل وشوفوا كيف بيطلع وقارنوا وشوفوا انه مرات في اشياء منيحه او مش منيحه. So a better model of a text is one which assigns higher probability to the word that actually occurs. للي بده يعرف اكثر يعني لما تيجي تسوي مشروعكم او للي بده يعمل thesis او في معادله للبريبليكسيتي كيف يستعملها فبدناش ندخل فيها هلا. يعني المهم اهم شيء عندنا minimizing perplexity is the same as maximizing probability. ف يعني لما بنلزم هذا موضوع طويل على فكره بس اللي بده بيدخل فيه لحاله بكفينا في المحاضره اليوم. هذا في اي سؤال؟ في اي سؤال شباب؟ في اي سؤال؟ ها؟ كله كان مفهوم؟ 100%؟ ها؟ طيب على اي حال في عندي انا كمان محاضره سابقه من السنه الماضيه مسجله للي بحب برضه يشوفها لانه كان في نقاش اخر مع الطلاب. وفي كمان مؤلف ثاني برضه يعني بيحكي عن الموضوع اللي بدي اياه. حوديكم بالتفاصيل بس بعطيكم لمحه عن المشروع القادم. اول مشروع بتسوي بدي كورس كل واحد ممنوع واحد يستعمل نفس الكورس. بدك تبني لانجوج موديل وبدك تعمل اوتوفيل وتفحص اللانجوج موديل تبعك تفحصه بطريقه الانفيبا او الاكسترنسيك تشوف كيف سوري ويل تفحصه بالثين الانترنسيك والاكسترنسيك وبدك تشرح لي كيف بدك تساوي؟ بدك تروح عندك تجمع كوربوس. بجوز انت اذا في حدا منكم بحب يعمل كوربوس اعطيكم افكار لكوربوس. حدا يعمل كوربوس عن كل ما قيل و و و و بين مجتمع جامعه ميرسي يعني لانجوج موديل جامعه ميرسي. اذا حدا عنده طبعا بالعربي مش بالانجليزي. اذا حدا عنده بده يجيب كوربوس بس للشعر. اذا حدا بده يعمل كوربوس لقناة الجزيرة. إذا حدا بده يعمل كوربوس عن اللهجة العامية الفلسطينية. إذا حدا بده يعمل كوربوس عن اللهجة الأردنية، المصرية، السورية إلى آخره. إذا حدا بده يعمل كوربوس بس عن الرياضة. فهمتوا علي؟ يعني شو اللي بده يعمل كوربوس بده يساوي؟ بده يجمع. قديش أصغر كوربوس ممكن يكبره بالمادة؟ بحدد لكم بعدين بس يعني دوكيومنت يعني مش حتمن ايدك بالماوس ها؟ بدك تكتب شوية كود صغيري تعمل داونلود او حدا يعطيك بي دي ابس او 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 يعني تلم نزلها تعمل بارز تعمل بارز وتجزئه لكلمات. هلا البارز تبعته في كثير تولز اونلاين ها؟ يعني استعمل كل شيء اونلاين كل شيء اونلاين استعمل يعني مش بدك تعمل تبلش حالك من الصفر تاخذ الكلمه النص وتقطعه لكلمات صح؟ وبعدين تحسب اللانجوج موديل تخزن اللانجوج موديل تخزنه بايش؟ مش كاونت خزنه
probabilities بعدين logs. فبس أنا وبعدين تعمل لي برنامج يعني برنامج كثير كذا أشكال إيش يكلف هذا البرنامج بس هذا البرنامج إذا واحد منكم يتبرع فيه للكل يتبرع. بس بدي أتوفيل بس أتوفيل يعني إذا واحد منكم يتبرع فيه يتبرع برع فيه أنا يتبرع فيه كالتالي بوخر بوخر أنا بكتب له بدي بوكس أنا بكتب له بدي ويندو بدي ويندو طلع ها طلع طوال أبص سوري أنا مش أسألت 1 2 8 أو نكتب العرب بعشر العرب نكتب ولا لا نكتب ها ويندو ها أريد أن أتزوج. أريد أن أتزوج. أريد أن أتزوج. مش فلسطيني. كده كده في وش مجاب؟ من فلسطين. هذا اللي تقول. هلا ها طلع لي اللي بدي أسوي. المبرمج الشاطر اللي هو مسوينا كتير. هلا أنا بدي واحد سوي البرنامج. لأن هذا أنا يعني مش طالب أنا البرنامج بحد ذاته بس إنه اللام مش موديل يعني ها لاحظ أريد أن أتزوج ترى شو كاتب أول واحد فلبيني فماذا أفعل بس ما عندي فلوس سورية في مصر لاحظ البرنامج بس مش الداتا يعني دائما في فانكشن بدك تعطيه يعمل رجع هذاك مهمة مين كل واحد كل واحد كل اما اذا في واحد ما كنت يعمل برنامج يسوي انا يتبرع فيه المدرب المهم يستخدم الداتا يعني بده يستخدم انه كلنا ما هو في واحد يسوي بقول لكم هاي اللي بده واللي بدوش بلاش يسوي لنا يعني يسوي لنا خلاص استوب يا ديسكتوب؟ اه ديسكتوب أرخص يعني أسهل؟ أنا ما أعرف شو لا إذا بتسووا ويب بكون أحسن لأنه بتعرف على الويب يعني ساعتها بتحطه مطرح وعلى ويب سيرفيس بصير على جهاز ايش هو؟ هذا شغلك يعني اوكي اكل شيء اكل شيء اوكي ليش شباب أكل لانجوج موديل بده يكون مبني على 100 دوكيومنت ليه؟ 100 دوكيومنت كل دوكيومنت فيها كل دوكيومنت فيها هو يفهم وديهم أنا بس كأبا إيش المعمول أساساً ما تكلمش؟ فيش إيش المعمول لا 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 فيش بالأشياء الصغيرة اللي بقولها فيش حاجة لانجوج موديل 100 دوكيومنت أكل دوكيومنت فيها 2000 كلمة يعني 2000 ضرب 100 كده يطلع 200,000 يعني أكل إشي كوربوس يعني بهاي الحدود طبعا هلا لا مش موديل أو أكل إشي يكون بايبر على البايبر هلا كل ما بتزيد دوكيومنتس وبتعمل تراي جرام كد يعني كد ما بيكون اللانجوج موديل تبعك أداة كد ما بتكون على امتداد احسن يعني بنصحكم مثلا حدا يروح يعمل اللانجوج موديل للغة العربية وكثيسس يعني بتعمل سوفت لا لا بدي اروح اشتغل حدا نفس السمانتك ونفس الشيء لا يعني هاي بتختفي هلا ماشي بتوفي على الداتا بيس مونا انه نخزن فيه ولا عادي خلي التفاصيل
التفاصيل لبعدين. هلا انا المهم عندي يعني بدي اشرح لك كل تفاصيلها واعطيكم يعني شويه وقت ثاني. بالتالي اعطيتكم اياها من بدايه اول مهام. طيب يعطيكم العافيه.